شنو انتي ما الشبعين؟ اشتريتي السوق كله؟ ابني يطلع من الصبح لليل يشتغل وانتي هيك تذبين الفلوس على كيفك تصرفيه بكيف؟ ديرين بال ولا ابد كله كبت فلوس. اما اللي سمعت شي يقول عبالك مشتريت الي هن خضروات وفواكه. يقولون ما شايف وشاف. ايش بيك انتي؟ ما خليتي لحم بابني لتقللي اكل شويه حتى الحياه ما تاكل بقدك هالتراب هذا. بابا شويه شويه على ابني خطيه. اما شنو يعني ما اشتري طماطه وبتنجان؟ لعشا اشتري شنو ناكل على العشاء؟ ناكل احذيتنا؟ سكتي لك تاكلين زقوم ان شاء الله ما شبعين انتي؟ وحده مثلك ما تخلف ولد حتى مره ما يصيحولها. انتي اكلي بس خبز يابس احسن لك الخبز اليابس كافي وياك واصلا زايد عليك. اما تمام انتي كبيره وما راح احتشي حق. اويلي ابو قصيبه انت ايش تسوي هنا ها؟ اما يلا نروح منا حميد قل لي لا تحكين ويا هذا ما تتذكرين؟ يلا امشي كافي يلا امشي يلا. عوفيني لك. الله دزك إلي الله دزك إلي فدوى روح لك. إيش قصاير حلو أبو قصيبة شعر صدرك عبالك سيل صاير. أويلي أويلي راح أمدك يب الصوبة والنام سواني وياك بصف الصوبة على حرارة هالنار. صبري منو هالحجية؟ شنو؟ الحجية أمك. أنا الجيل فرند مال صبري. أنت اللي منو عيني؟ امشي منا فاطمة هاي خطيبتي. شنو؟ فدوى أروح لك أني. قول توهمت قول أذانك ما يسمعون زين. قل لي هاي مو خطيبتي أصلا. خبتي واخر منا يلا امشي خلي روح. لا تروح صبري لا تروح. أنت لو إلي لو أنا يمك جوا التراب أدفنك أني. عمّة فضحتينا قدام العالم. امشي الروح امشي امشي عمّة امشي.